اهلا وسهلا. شو اسمك؟ بخير بخير. انا اسمي برواس. اهلا وسهلا فيك. الاسم الكريم؟ فرهنك، يعني قاموس بالعربي. قاموس. وحضرتك شو بتعمل؟ فنان بس جاي مترجم لها. انت فنان كمان؟ بتغني وجاي تترجم لها؟ يعني جاي بس اترجم. لحظه، ترجم لها يعني انت من شمال العراق. برواز، انت بتغني بالكردي ولا بالعربي؟ عربي. بالعربي. ليك شو حلو. معي سوري رغب، انت فاهمه اللي انت هتغنيه؟ انت دقيقه وتشيكاتو دي ليوا. طبعا من هر قران يقبلهم يا كم زار دي نسم عند برسيار ده كم سمعنا دواي. اي اغنيه هي تحب تحفظ الاغنيه، تكتب الكلمات وتسمع الاغنيه وبعدين يعني تغني الاغنيه يعني تسال عن معنى الكلام. شيء حلو كثير. يلا، اي اغنيه حنسمع؟ رجعوني عنك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحوا، اللي شفته اللي شفته. أحسنتي. برواز، أنا بدي أطلب منك طلب. دوا كريه كانت هي. بدي تهني لي بالكردي. كردي؟ لغتكم. عاشق ما بعد بتاوي من ظلم ماضي خمو جانا هنقع ماني وهوارم رقام دركو بيابانا. عاشق ما بعد بتاوي من ظلم مالي خمو جانا هنقاو ماني بهارم رقام دركو بيابانا. الاغنية الرجل حاولك على شيء. انا ابغى سيدي بصوتك. ياك سيدي دوي بس بدن جيتها. وقعتيني قلبي. الرجل بريد احساسك عالي بالغنى. شكرا. لخص بلغتك. أوي كبكر لغتك أحسن كتير من الغنايات. بكر ديك إذا ما ترد رأيك إلا بعري. شكرا. بس أنت لازم تحط ده في دماغك إن الناس هتبقى بتسمعك هتبقى رايحة تسمع أغاني عربي. كردي بضيها. بس أنا بقترح إنه حتى لو بدها تغني لون الكردي أنا بشجع هالشي بالعرب عادل. خلينا نأخذ تصويت. أحلام. أنا أكيد إيه. حسن. شكرا. نانسي. راغب، ايه عندك فور؟ يس. مبروك، تأهلتي معنا للمرحلة المقبلة. بدنا نروح لك. بدي اسمع صوتك انت كمان. أنا؟ ايه، انت فنان، ليه ما تقدم؟ والله ما محضر زين، يعني ما عرفت راح اشارك بالبرنامج، راح اغني لكم. لو عايش ابويا وشاف حالي بعيد عن وطن بعيوني غالي، يشوف ايش صار بينا ليالي تمر حزينة، ارحموني عالم حسوا بي بعد عين العراق وش ظلالي. اوكي، الله عليك. ليك كمان بدنا نروح للتصويت لك. انا يس. نانسي. انا ايه اكيد. شكرا. حسن. اشكرك. مبروك فرهنك، عندك فور يس. مبروك فرهنك.